اول مره اشتري اونلاين، وكانت بالنسبه لي التجربه دي تجربه جديده ومخيفه، لاني دايما كنت بشوف ان الناس لما بتيجي تشتري حاجه اونلاين بتبقى موجوده على الموقع حاجه، ولما بنيجي نشتريها بنلاقيها حاجه تانية. فكنت صراحه خايفه ومتردده لغايه ما قلت اخوض التجربه واشتري من موقع نون. النهارده هنقول لكم تجربتي الكامله من الشراء الاونلاين، وازاي اشتريت بخصم وكل حاجه، وهقول لكم ايه الحاجات اللي عجبتني وايه اللي ما عجبنيش، وكمان هنعمل مع بعض انبوكسنج، هوريكم ايه الحاجات اللي انا جبتها جوه البوكسز دي، وكمان في مفاجاه حلوه جدا جدا ليكم هقول لكم عليها جوه الفيديو. لو كنت اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش انكم تعملوا اشتراك، تضغطوا على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، وتضغطوا على الجرس وتختاروا اول اختيار علشان يوصل لكم فيديوهاتي على طول اول ما انزلها، واكتبوا لي في الكومنتات تجاربكم مع شراء الاونلاين، واعملوا لايك وشير للفيديو ده. يلا بينا. اهلا بيكم مره تانية، انا دكتوره منى علي. مع دخول سنه جديده حابه ان انا اعرف لكم نفسي، بما اني بقالي كتير جدا ما قلتش انا مين وبقدم ايه. طبعا انتوا عارفين من الفيديوز انا بقدم ايه، بس يعني حابين نقول تاني. انا دكتور منى علي، دكتوره صيدلانيه متخصصه في العنايه بالشعر والبشره والجسم بصفه عامه. بقدم فيديوهات مختلفه ومتنوعه، سواء كانت وصفات طبيعيه امنه، او كانت وصفات طبيه، او كانت ريفيوهات عن منتجات انا جربتها بنقل لكم فيها رايي الصريح في المنتج وكل حاجه عنه. كل سنه وانتم طيبين بقى، مع دخول سنه جديده يا رب تكون دي سنه مختلفه عليكم، وتحققوا فيها انجازات كتير جدا، ونخلص من كورونا، ويبقى فيها تحديات كتير جدا وفيها نجاحات كبيره جدا. فيديو النهارده هو فيديو مختلف، ما هوش علاقه بالعنايه بالشعر والبشره، بس حابه ان انا نكسر بيه الروتين واشارككم فيه منتجات انا جبتها من موقع اونلاين. انا زي ناس كتير جدا بخاف ان انا اشتري اونلاين، بسبب ان احنا دايما بنلاقي الحاجه اللي احنا بنشتريها يعني، او بنشوف حاجه ولما نيجي نشتريها بنلاقيها حاجه تانية. فطبعا كنت خايفه ومتردده جدا ان انا اشتري اونلاين. وصراحه ساعه لما اشتريت قررت ان انا اشتري حاجات كتير ومتنوعه علشان اجرب موقع نون في كل حاجه، عشان لما اجي انقل لكم رايي يبقى رايي صريح، واقول لكم فيه الحاجات اللي عجبتني والحاجات اللي ما عجبتنيش فيها. اول حاجه عايزه اكلمكم عن موقع نون. موقع نون هو موقع اونلاين كبير جدا، عليه حاجات كتير جدا، تبتدي من منتجات العنايه بالشعر والبشره وتنتهي بالاجهزه الكهربائيه، موبايلات، لابتوب وغيره. عليه منتجات كتير جدا من تجار مختلفين. بعد ما عرفنا بصفه عامه موقع نون، دلوقتي هقول لكم ازاي نشتري من عليه، وهنقل لكم تجربتي بمنتهى الصراحه معاه. اول حاجه احنا بنعمل اكونت على الموقع او على الابلكيشن احنا هننزله على الموبايل ايا كان مين فيهم. بعد كده نفضل ان احنا نخش جوه بقى كده نعمل شوبينج، ونفضل نتسوق، ندخل بقى من على الهدوم للاجهزه الكهربائيه، من الاجهزه الكهربائيه على السكين كير والكلام ده كله. وبعد كده بنبدا ان احنا نحط الحاجات في باسكت، وفي الاخر خالص بيجمع لك التوتال بتاع الحاجات دي، ويبدا في الاخر يقول لك المجمل بتاع المنتجات كام اللي احنا هنشتروها. انا الحاجات كنت جايباها بخصم، فهقول لكم كود الخصم بتاعي دلوقتي، ده هتاخدوا بيه خصم 10% على اي حاجه انتوا هتشتروها من الموقع. فالصراحه الخصم ده حلو جدا، ودايما نون اصلا بتلاقيهم عاملين خصومات جوه الموقع، فبالتالي انتوا بتاخدوا خصم فوق الخصم. الكود هو AZ875، وهكتب لكم طبعا الكود على الشاشه دلوقتي علشان تستفيدوا بيه. فما تنسوش انكم تشتروا بالكود ده عشان تاخدوا الخصم اللي انا قلت لكم عليه. انا دخلت وحطيت الحاجات اللي انا عايزاها، صراحه اشتريت حاجات متنوعه كتير جدا لاني كنت عايزه اجربهم في كل حاجه، بحيث ان هي بقى تجربه فبالمره، فجبت حاجات متنوعه وهتشوفوها معايا دلوقتي واحنا بنعمل الانبوكس. اول حاجه حابه اكلمكم عنها وهي التغليف. الصراحه التغليف كان كويس جدا، الحاجه جت ما فيش فيها خدش، مش متكسره، مش بايظه، بس في حاجه واحده بس انا هوريكم شكلها، ودي الحاجه يعتبر الحاجه النيجاتيف الوحيده في الموضوع اوريها لكم دلوقتي. فلكن الحاجه كتغليف، التغليف كان كويس، وهتشوفوا ده معايا لما نيجي نفتح الحاجات. طيب بالنسبه بقى لسرعه التوصيل، فكان بالنسبه لي الحاجه وصلت بسرعه جدا. يعني هو بيبعت لنا مسج على الموبايل بعد ما بنأكد الحجز الحاجات ان الحاجه هتوصل مثلا من كذا لكذا، فبنبتدي احنا بقى مستعدين في الفتره دي ان مندوب التوصيل يكلمنا. فالحاجه كانت في اقل من 48 ساعه واصله من الشحن، فدي كانت حاجه كويسه جدا بالنسبه لي وحبيتها جدا الصراحه فيهم. بالاضافه ان مندوب التوصيل اللي بيتكلم معانا بيكون ذوق جدا في الكلام، بيتكلم باحترام وبادب، فدي برده كانت حاجه كويسه يعني تشهد ليهم. طيب تعالوا بقى نشوف الحاجات اللي انا جبتها، وهقول لكم على التركات تاخدوا بالكم منها لما تيجوا تشتروا من موقع نون علشان ما يضحكش عليكم. اول حاجه بقى انا جبتها، نشوفوا الكيس ده. تمام، بصوا هو كان جاي كده الكيس الكبير قوي قوي ده، وجواه كيس تاني جوه على دي بس كده. تمام، الماسكارا دي من لوريال، فدي كانت من الحاجات اللي هي عليها ريفيوز كتير جدا وحبيت ان انا اجربها، وقلت اجرب ان انا اجيب حاجه يكون ليها علاقه بالميك اب عشان اشوف هل هي اوريجينال ولا لا. والصراحه لما اخدت الباركود بتاعها وكتبته على الابلكيشن اللي عندي على الموبايل، لا طلعت لي الماسكارا، فتاكدت ان هي اوريجينال، فدي حاجه كويسه جدا منهم عشان الناس اللي هي بتبقى شاكه.
بس برضو مع الاحتياطات والحاجات اللي انا هقول لكم عليها. تاني حاجه بقى معايا هوريها لكم، وهي البوكس ده، تعالوا نشوف فيه ايه. كنت جايبه التو شيت ماسك دول، تمام، واحد من لوريال والتاني ده صراحه يعني هو ماركه بوريديرم، تمام. الاتنين شيت ماسك دول كان سعرهم اقل بكتير جدا من سعر بره، بالاضافه ان انا خدت عليهم الخصم اللي انا قلت لكم عليه، فكان بالنسبه لي سعرهم حلو جدا. هجربهم ان شاء الله اعمل لكم عنهم ريفيوز. تالت حاجه كانت موجوده في البوكس ده وهي المرادي. المرادي كانت مشهوره جدا، وهي عباره عن مرايه ليد، لو انتم شايفين هتلاقوا كده في ليد، تمام. كان بالنسبه لي المشكله ان انا كنت شايفه حجم معين على الموقع، بس لما جبتها لقيتها حجمها صغير جدا، فدي كانت صدمه بالنسبه لي، وسعرها ما كانش قليل يعني، كان سعرها 120 تقريبا حاجه كده يعني، فدي كانت بالنسبه لي صدمه. بصوا هي دي شكلها. تاني بقى حاجه عيب بالنسبه لي برضو لقيته، ان هي زي ما انتم شايفين كده مخلوعه، محتاجه ان هي تتلزق، فدي كانت حاجه مشكله جدا بالنسبه لي وضايقتني وقتها، بس قلت مش مشكله هلزقها يعني، طالما الحاجه واصله سليمه وبتشتغل عادي وحطيت فيها حجاره واشتغلت وعملت نور فمش مشكله. طيب ايه بقى التركه اللي تاخدوا بالكم منها يا جماعه؟ تاخدوا بالكم من مواصفات المنتج اللي انتوا بتشتروه، علشان ما يحصلش معاكم شبه ما حصل معايا. يعني انا لما جيت اشتري ما فعلا ما ركزتش مع المواصفات عشان ما ابقاش ظالمه بس لحد التاجر او كده، بس انا شفت الشكل اللي هو محطوط فلقيت ان الشكل كبير، فقلت الله دي حلوه وسعرها كده كويس فجبتها. لكن انتوا لازم تاخدوا بالكم من مواصفات المنتج اللي مكتوب علشان ما تتخدعوش، لان في تجار يعني بيضحكوا على الناس ان هم يكتبوا او يوروا الحاجه بشكل كبير وترجع في الاخر تلاقوها ان هي شكلها صغير، فدي تركيه من التركات اللي انتوا لازم تاخدوا بالكم منها. طيب اخر حاجه بقى وهي البوكس الكبير ده، تعالوا اوريكم فيه ايه. بصوا الحاجه جايه كده اهوت متغلفه، مغلفه كويس جدا، وفي اللي هو البلاستيك ده علشان يحمي الحاجه من جوه، تمام. طيب جبت دي، ودي عباره عن قلايه بطاطس، الصراحه هي كانت كويسه جدا، مفيش اي يعني خدش فيها او ما كانتش متكسره او مفيش اي مشكله فيها اطلاقا، وشبه ما شفتها على الموقع لقيتها زي ما هم جابوها بالظبط، يعني كان الموضوع صادق جدا، وبرده ساعتها جبتها بخصم اللي انا قلت لكم عليه اللي الكود بتاعه AZ875، يعني مفيش اسهل من كده. ايه التاني بقى تركيه تاخدوا بالكم منها؟ ان انتوا تاخدوا بالكم كويس جدا من اسم التاجر، وتاخدوا بالكم كويس جدا ان هي الحاجه تكون باي نون وانتوا بتشتروها، علشان تبقى الحاجه تراستد وتبقوا ضامنين ان هي فعلا الحاجات دي مش من تجار نصابين او غيره. لكن انا صراحه كانت تجربتي مع نون كانت تجربه حلوه جدا عكس توقعي اطلاقا، ما كنتش يعني متوقعه ان هي تبقى تجربه حلوه كده، لدرجه ان انا قررت ان انا بعد كده ان شاء الله اي حاجه على اي حلوه على نون هجيبها تاني، بسبب ان هي فعلا التجربه كانت حلوه، وان هم فعلا الحاجات اللي انا جبتها ما فيش بس غير المرايه دي، لكن باقي الحاجات اللي انا جبتها شبه ما كنت عايزاها بالظبط لقيتها، وكان سعرها اقل من بره. وبكده يكون فيديو النهارده خلص، ما تنسوش انكم تشتروا بالكود بتاعي علشان تاخدوا الخصم، وبس كده شاروا الفيديو ده مع صحابكم عشان يستفيدوا بالكود، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تعملوا لايك، وتكتبوا لي طبعا تجربكم مع الشراء الاونلاين تحت في الكومنتات، وبس كده، باي باي.